ولنا عودة مجددا في هذه الحلقة التواصلية في إطار القضايا الراهنة. كما أسلفنا الذكر يعني سي سعيد يعني تطرق لنا لعدة مواضيع مهمة تخص ما هو محلي وطني وكذلك الدولي، ومن واغتنمنا هذه الفرصة يعني لتقديم التعازي للجسم الصحفي في جميع بقاع العالم يعني الصحفية المستشهدة بفلسطين من خلال يعني لقيت حتفها على يد يعني رصاصة طائشة من طرف الجيش الإسرائيلي. يعني كل التضامن مع يعني الجسم الصحفي، يعني الصحافة تبقى دائما يعني غير منحازة يعني وتخاطر بحياتها وهي مهنة المتاعب كما يعلم الجميع، وسنتطرق هذا الموضوع إن شاء الله. يعني الموضوع الثاني السي سعيد في هذه الحلقة هو الحالة التي يعيشها يعني الفنان المحلي بصفة عامة في إيمين تانوت وفي الضواحي ديال إيمين تانوت، ويعني حتى في الجنوب المغربي بالأخص الفنان يعني الأمازيغي اللي شهدنا يعني عدة حالات ديال يعني الأزمات اللي طاحوا فيها الفنانة اللي كانت لهم واحد الصيت وواحد الشهرة، وفي الأخير تلقاهم يعني أبسط حقوق العيش لا يستفيدون منها، يعني ما لا من التغطية الصحية ولا من سميت يعني تيموتوا واحد الموت اللي هو يعني بطيء، ويعني منسيين في منازلهم أو في قراهم التي أتوا منها في بداية مسارهم الفني. يعني هذه الحالة اللي غادي نطرقوا لها هي ديال الفنان محلي ابن مدينة إيمين تانوت اللي هو الرئيس حسن أبو الرام اللي تتعرفوه جميع، اللي معروف بزديالي أو اللي كان اللي تيلقبوه بحسن السبا من خلال الأشرطة يعني أو السينجل اللي كان سجلهم مؤخرا. يعني السي حسن كما شفتوا غادي نقدموا لكم واحد الشريط من بعد إن شاء الله ديال يعني المسكن اللي تعيش فيه اللي هو واحد المنزل اللي هو قديم وآيل للسقوط في أي لحظة، ويعني واحد من المنازل اللي هي قديمة يعني وعتيقة اللي كانت مبنية بالحجار وبسميتو ومسقفة بالخشب، يعني تعيش واحد سميتو واحد الرعب يعني بالأخص في وقت يعني الشتاء يعني اللي سميتو تدخل ليه القطره للبيت ديالو يعني وسميتو ما تينعش مرتاح ولا ما متعش في سميتو بحال ايها الناس. يعني من خلال واحد الطلب ديالو تيناش المحسنين وعلى وحتى السلطات المحليه يعني انهم يتدخلوا الى لقاو ليه شي حل انه باش يبنيو له شي بيت ولا هو والاخوات ديالو باش ينقذوه من هذا سميتو المأساة اللي تعيش فيها. راه الشريط غادي يبين لكم يعني الغرفة اللي تعيش فيها اللي هي مسقفة بسميتو بالخشب، ويعني البناء ديال الحجار ويعني مهدد وأي للسقوط كما قلنا في سميتو. وصراحة يعني هذه غير حالة ديال يعني اللي هي بارزة اللي تعيشها بزاف ديال الفنانين في الساحة الأمازيغية، ربما وقيل واش ما تيتلقاوش الحقوق ديالهم ولا ما عرفت واش في وقت ما يعني حتى من المشاهير تنشوفوا تتأسفوا الحالات ديالهم كيفاش تتكون النهاية ديالهم. يعني الإنسان اللي عطى وضحى بالوقت ديالو بالعمر ديالو بالدماء ديالو حتى كاين اللي تيضحي حتى بالأسر ديالو تيمشي تيهاجر ولا تيخرج بعيدا يعني باش يكسب القوت اليومي، لان تلقى راسو يعني فنان ماشي يعني ربما اللي تيكون فنان بالفطره ياك السي سعيد ما تيختارش سميتو المهنه ديالو، ولكن للاسف تنوجدوا انه يعني ما كيكونش واحد الانصاف ما تيتنصفش، هذا هو للاسف. كاين اللي ربما تدفع الشهره ديالو في وقت ما تتكون ظروف ماديه مواتيه ولا
انه باش يدير المسكن ديالو باش سميتو، ولكن ماشي كلشي، ماشي كلشي تيلقى هذه الفرصه، هذه ديال فرصه حظ ولا ضربه حظ ولا. غالبيه الفنانين الامازيغ سواء من الممثلين سواء من المغنيين سواء في المهم في كل محاربين سميتو مازالوا عاد تيتلقاو يعني واحد الموجه ديال الدعاء ديال سميتو واحد اللي هاد الدعاة ديال الخوال الخاوي ديال الفيسبوك ديال اليوتيوب ديال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تيخرجوا لينا بالتصاريح على ظهر المأساة ديال الفنانين، وحتى الطلبة حتى الفقهاء ديال المساجد بين قوسين هما دعاة هما كيربحوا على الظهر على الفنانين من خلال التشهير بهم، من خلال القاد بهم يعني تشهير والقاد في يعني سلام سي سعيد بخير هانيه ويعني غادي نختموا هذه الحلقه ان شاء الله. شكرا سي سعيد تحياتي. تسابقت الهموم إليه تجري دموع اليتم في خديه تتلعثم الكلمات في فمه وترى حياة البؤس في عينيه آلم وفقر حاله ودموع ظمأ وجوع قلبه موجوع من ذا يضيء له الحياة شموع من ذا يواسي ومن يؤوي كن بلسما يمحو الأنين وسعادة للآخرين ذا رحمة وفضيلة كالماسي كالدر الثمين كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحنين ما أجمل الدنيا إذا عشنا بها وهنا احتوته قلوب من تهوى فعل الجميل وزادها التقوى جعلت له في حضنها مأوى قلبا رحيما كي يحن عليها وبلحظة عاد الحنان إليه وتفجر الإحساس بين يديه حتى رأينا نور بسمتي متلألئا يبدو على شفتيه كن بلسما يمحو الأنين وسعادة للآخرين ذا رحمة وفضيلة كالماسي كالدر الثمين كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحنين ما أجمل الدنيا إذا رحمة الإنسان نستلهم الإحسان.